بسم الله الرحمن الرحيم. أنا النهاردة هبتدي معاكم موضوع مهم جدا، وصح العنوان اسمه رينو فاسكولايتس A Clinician's View، إنما لازم نبقى عارفين إن الفاسكولايتس ده systemic disease. It affects all organs in the body. Different types, different clinical presentation. النهاردة أنا هفوكس على renal aspect, what's called renal vasculitis. إنما إحنا بتوع internal medicine برضو، فلازم نظرتنا تبقى أوسع، وبقية type of vasculitis لازم نجتهد إن نبقى عارفينها، لأن أكيد ممكن نقابلها وتجيلنا في nephrology practice. إذن أنا هركز النهاردة على renal vasculitis. طيب، في البداية we have to know that the kidneys are targets for a variety of systemic vascular diseases, especially those that affect small vessels. إنها نعرف بعد شوية vasculitis affect large vessels, medium size vessels and small vessels. Vascular diseases can be categorized as large vessel vasculitis, medium vessel vasculitis, and small vessel vasculitis. الشكل ده يمكن تتخض منه، انما بالراحة هنفهمه. هو عاوز يقول احنا عندنا الفيسلز عموما لارج فيسل زي الاورطة، واللارج فيسل خارجة منه اللي هي بالنسبة لنا الرينال ارتري، انما برضو ممكن تبقى الميزنتريك، ممكن الكاروتيد، ممكن الكرونري. فبنقول لارج فيسل، وممكن نقول ميديم سايز فيسل، وممكن سمول فيسلز. فبنقسم الفاسكولايتس لفاسكولايتس affecting a large vessel, medium size vessel and small vessel, the small vessel vasculitis. انما ما فيش sharp demarcation، دايما بقى في overlap، يعني في overlap حتة large ممكن تextend شوية smaller vessel. ال medium size زي ما احنا عارفين، شوف ال spectrum بتاعها واصل هنا لغاية ال interlobular artery، وما يقابله في الميزنتريك والكورونر وما شابه، وممتد هنا لغاية عندك الرينال ارتري itself كان بي affected. السمول فيسل فاسكولايتس صح mainly affecting capillaries and here نقصد glomerular arteriole، انما ممكن extend برضو medium size vessel، ما فيش sharp demarcation. المهم بنقسم الفاسكولايتس arbitrary into those affecting large vessel, medium size vessel and small vessel. نمسك large vessels عشان نبقى اوير احنا فين من جوه الخريطة دي. فهنقول large vessels affected، ودي بنقسمها granulomatous arteritis in patient over 50 years with the same condition granulomatous arteritis in patient less than 50 years. اكتر من 50 سنة بنسمي giant cell arthritis، less than 50 years بنسميه تكياسو arthritis. طيب دي large vessel. Small vessel، medium size vessel بتقسم الى necrotizing arthritis with mucocutaneous lymph node syndrome, necrotizing arthritis without mucocutaneous lymph node syndrome. يبقى في medium size vessel وجود lymph node or not، هنقسمهم two type. اللي معاه mucocutaneous lymph node ده الكواساكي arthritis، اللي هو ده كواساكي، ده اسمه تاكاياسو، التاني ده اللي ده اسمه كواساكي. اللي ما معهوش mucocutaneous lymph node ده بيبقى arthritis nodosa، اللي احنا بنشوفه كتير قوي في العينين بتاع affecting in main renal artery، اللي هو pulmonary arteritis nodosa. نيجي للsmall vessel vasculitis، وده بيتقسم على وجود فيه immune complex ولا ما فيش immune complex. اللي فيه immune complex زي مجموعة وبالتالي تتابع الاميونوفلوريسنس البيوبسي أو التيشو هيبقى فيه immune deposits زي العين بتاع اللوبس فاسكولايتس ده نوع،
ان اي جي اي ديبوزيتس زي بحالات ان هنوخ شونلاين بيربرا ان هو ارينا ليميتد بنسميه اي جي اي نفروباسي او ان يبقى في كرايو جلوبلين فبنسميه كرايو جلوبلينيميك فاسكولايتس او اذر اميون كومبلكس ميديتد ديزيز كوزنج فاسكولايتس فيبقى ده سمول فيسل فاسكولايتس ويز اميونوفلوريسنت ديبوزيتس يعني في اميون كومبلكس او ان يكون فاسكولايتس وما فيش اميون ديبوزيتس او بوسي اميون بوسي يعني ديبوزيتس خفيفه او نون سيجنيفيكانت وهنا بقى في السيركليشن بيبقى دايما موجود عندي الانكا انتي نيوتروفيل سيتوبلازميك اوتو انتي بوديز و اذا كده بايبس ما فيش بوسي اميون او انكا اسوشيتد فاسكولايتس وده بنقسمه حسب حاجتين وجود ايزينوفيليا في البلد وفي الكيدني تيشو وموجود ازمه فده اللي بنسميه ايزينوفيليك جرانيلوماتس بول انجياتس اللي هو له اسم تاني شيرش ستراوس ديزيز. النوع الثاني ما فيش فيه ايزينوفيل اذا في جرانيلوما فبنسميه جرانيلوماتس بول انجياتس اللي هو كان اسمها زمان فاجنر جرانيلوماتوزس. او عندي فاسكولايتس بس من غير جرانيلوما ومن غير ازمه ومن غير ايزينوفيل اللي بنسميه مايكروسكوبيك بول انجياتس. يبقى الانكا ثلاث انواع يا اما ايزينوفيليك جرانيلوماتس بول ارترايتس يا اما جرانيلوماتس بول ارترايتس وزاوت ايزينوفيل هو فاجنر جرانيلوماتوزس او ما فيش جرانيلوما وما فيش ايزينوفيل بنسميه مايكروسكوبيك بول ارترايتس. الفاسكولايتس هنا السمول فيسل فاسكولايتس ده ممكن هنقابلها واحنا بنشتغل مع اللوبوس او مع الهينوكشن لاين هنقابلها مع كرايو يبقى ده مش موضوع المحاضره النهارده. المحاضره النهارده هتركز على الانكا اسوشيتد فاسكولايتس والثلاثه طيب بتوعه. طيب نفوكس اكتر هنيجي نقول ان السمول فيسل فاسكولايتس is necrotizing polyangiitis necrotizing that affect predominantly vessels smaller than arteries including capillaries, venule and arterioles. However, arteries also may be involved with زي حكاية الاوفرلاب اللي احنا اتفقنا عليها من شوية. The most common renal target for small vessel vasculitis are glomerular capillaries and therefore the most common renal clinical manifestation are those of glomerular nephritis. يبقى العيان بقى جاي بتاع السمول فيسل فاسكولايتس بيبقى جاي بجلومرول نفرايتس ومعاها other manifestations زي ما هنقول بالتفصيل بعد شويه. طيب ايه هي الفاريانت بتاع الثلاثه تايبس بتوعنا دول؟ الفاريانتس اوف بوسي اميون او بوسي اميون يعني ما فيش ديبوزيتس او فيه حاجات خفيفة أو بوس اميون سمول فيسل فاسكولايتس are categorized on the base of clinical, laboratory and pathologic finding. ازاي؟ انا هبتدي باللي تحت خالص ان هو الايزينوفيليك لان من اسمه هنقدر نفهم الانواع التانية. ده ايزينوفيليك جرانيلوماتس وجرانيلوماتوزس بونجياتس في حاجتين جرانيلوما يعني ايتس انفلاميشن ومعاه جرانيلوما ومعاه ايزينوفيليا الزنفيلة دي سواء في البلد أو سواء في الانفلتريت بتاع الكيدني. يبقى this is Bucy immune vasculitis associated with asthma, xenophilia and necrotizing granulomatous vasculitis. Necrotizing في necrosis في granulom. طيب النوع التاني بقى ان هو فوقه ان هو granulomatous granulomatosis with polyangiitis ان هو كان اسمه Wagner. ده في نيكروزس وجرانيلوما انما مفيش فيه ايزينوفيل سواء في البلاد او في الانفلتريت ومفيش هيستوري اوف ازمة. ممكن يكون في ابر سبيراتري مانيفستيشن تانية غير الازمة. طيب النوع التالت اللي هو مايكروسكوبيك بولي انجيايتس ده بيتسم ان مفيش ازمة ولا ايزينوفيل زي الاخران ولا في جرانيلوما زي الاثنين التانيين انما في نيكروتايزنج فاسكولايتس عشان كده بنسميه مايكروسكوبيك بولي انجيايتس. يبقى ده الثلاثه تايبس.
Ik mijn microscopen boog angiotis, we gaan een moment als boog angiotis van Wagner. En in deze kamer is een effect, gaan een moment als boog angiotis in Noah Scherz-Strauss. Share an indistinguishable pattern of glomerular fibrosis. Actually, لو بصيت على عينه في كينا بايوبس مش هتفرق بينهم. يمكن تنتقي زينوفيل تنتقي جرانيوما ده هيفرق لك. That is the expression of vasculitis in glomerular capillaries. ده مشترك فيهم. انما زي ما احنا عارفين في جرانيوما يبقى انا في اثنين وثلاثه. في إزينوفيل يبقى في التالتة اللي هي بتاعت شيرز-ستراوس. In the acute phase, the glomerulonephritis usually has necrosis and crescent formation. عشان كده دايما البرزنتيشن بيبقى جاي rapidly progressive glomerulonephritis. And an absence or paucity of immunoglobulin deposition and is often designated post-immune crescentic glomerulonephritis. واضح. When occurring in the apparent absence of systemic vasculitis, يعني مفيش بقى systemic manifestation, مفيش arthritis, مفيش skin rash, مفيش gangrene في أي جزء من البودي, in pusi-immune crescentic glomerulonephritis is sometimes referred as renin-limited vasculitis. يبقى نفهم كده إنه ممكن يجي only renal vasculitis. إنما زي ما هنشوف هو عادة ممكن يكون معاه other systemic manifestation. In Wagner with microscopic arthritis with Scherz-Strauss, الثلاثة دهم usually begin during the fifth or sixth decade and seventh decade of life. يعني الناس عادة في الناس الكبار. إنما ممكن يجي at any age. شفنا ناس 30 و40. إنما غالبا في older age. Generalized guy be generalized systemic non-specific manifestation of systemic inflammatory disease. Yeah, you can get fever, malaise, anorexia, weight loss, myalgia, arthralgia. Systemic vasculitis. And I'm gonna read and limited. نحن قلنا عليه ده ممكن أو systemic manifestation دي ما تبقاش موجودة ويبقى جاي mainly by renal manifestation هي عادة بتبقى rapidly progressive glomerulonephritis. Many patients with vasculitis trace the onset of their disease to a fluid-like illness. It seems in the fluid-like illness دي بيبقى بنسميها نعان genetic and predisposed مستني the first hit مستني الضربة الثانية اللي هنا بتبقى عشان يبقى الديزيز يبقى مانيفست فهي ممكن تكون فلويلايك انس جاست دي ان تريجر الميون سيستم ان يبتدي يشتغل ويديني فاسكلايتس انما في سام دراجز such as هيدرازين ده هايبوتنسيف دراج او بروباين سايوراسين ده دراج فور ثايرويد بنسينامين الناس بتوع روماتويد ارثرايتس اند اليسيت كوكين الناس المدمنين بتاع الكوكين مش اي كوكين usually adulterated يعني مغشوش with levamizol can induce ANCA associated vasculitis يبقى ممكن drug addicts ممكن يقولي ANCA associated vasculitis انما طبعا احنا عارفين ان البنسلين ممكن يدي امراض تانية زي membranous glomerulonephritis ان كوكين adulterated كوكين ممكن يديك focal segmental وحاجات دي انما احنا بنتكلم على السيستميك سبونج فيسيل فاسكولايتس. المانيفستيشن upper respiratory tract include subglottic stenosis ممكن يجي sinusitis ممكن يجي براينيتس ممكن نيزل سيبتال كولابس ودي بتبقى مين في الفاجنر او اوتيتس ميديا and ocular inflammation شوف ocular ممكن سيستم ده كتير شفناه these features are most common في Wagner granulomatous arthritis but may occur in eosinophilic granulomatosis and microscopic arthritis اكتر لما تتأسد النوز دي تبقى اكتر في ايه في in Wagner upper respiratory upper respiratory inflammation في microscopic arthritis ما هماش نتيجة granuloma بقى It is due to angiitis, necrosis, angiitis, and inflammation.
no granule. The mosquito was the heart can be affected. Cardiac disease is identified in approximately 50% of patients with eosinophilic granulomatous polyangiitis, Schur-Strauss. نص الحالات كثير. But in less than 20% of patients with vaginal and small vessel vascular. Actually, I saw an interesting case like that. He was a young age man coming with a picture of infarction. Okay, and he was responded very well to immunosuppressive treatment. Oh, within a statement, manifestation range from transient heart block, now in inflammation and necrosis affecting conducting system, and ventricular hypokinesia that respond to immunosuppressive treatment, up to an impacted infarction and severe life-threatening myocarditis. يبقى دايما عندي ischemic heart disease, young age, لازم افكر في الفاسكولايتس. لان هنا ممكن لو ديت immune suppression ممكن اعمل regression للديزيز. Pericarditis, endocarditis may also occur. Peripheral neuropathy, usually with mononeuritis multiplex, is the most common neurologic manifestation and most frequent eosinophilic granulomatous polyangiitis. Is that ممكن يجيب neuropathy? With brain affection, central nervous system involvement is less common and most often is manifested as vasculitis within the meninges. Gastrointestinal involvement typically causes abdominal pain, vasculitis from mesenteric vasculature, وممكن blood in a stool, نتيجة بقى خشنة بقى infarction, حاجات زي كده, with mesenteric ischemia and rarely intestinal perforation, ممكن يجيب acute abdomen. يبقى دايما عن جاي بمنينا unexplained abdominal pain, acute abdomen, لازم تحط في دماغك قصة systemic vasculitis. Vasculitis in the pancreas and liver can mimic pancreatitis, hepatitis symptomatically and cause elevated pancreatic and liver enzyme. So is another cause to present with acute abdomen, pancreatitis, hepatitis, mesenteric vasculitis, ممكن يجي perforation و acute abdomen. والصورة دي بتبين عيان جاي ب renal manifestation انما موجود عندك vasculitis موجود اهي دي ankle, lower part of the leg و ankle موجود vasculitis واضحة جدا وفي ulceration هنا ulceration. لو خدت skin biopsy هنا هتوريك small vessel vasculitis. وsometimes دي ممكن تغنيك عن kidney biopsy في ما يكون biopsy is not possible due to any cause. لو لقيت عندي عندك بروتينوريا هيماتوريا هورايزن كيراتين وفي رش زي كده خد skin biopsy ممكن تبقى هي الكلو فور ذا دايجنوز. احنا قلنا دي انتي نيوتروفيل سايتوبلازم انتي بوديز, يعني اذا في انتي بودي اجينست النيوتروفيل ممكن يكون اجينست السايتوبلازم وده اندايركت امينوفلوريسن ستيننج of preferring blood and neutrophil, ممكن يكون affect cytoplasm أو ممكن affect يكون perinuclear حسب الانتيجين and the antibody targeting it. ممكن يكون protease 3 في cytoplasmic, ممكن يكون myeloperoxidase في perinuclear type of vasculitis, of ancocytic vasculitis type. هنيجي هنا التيبوك ده مهم جدا بيبين organ involvement in small vessel vasculitis. ده عشان احنا ندرك ان القصة مش قصة كيدني بس, لان اي vessel تاني ممكن affect mesenteric, coronary, cerebral and so on. فهنا بيقول دي انواع vasculitis اللي نتكلم عنها microscopic pulmonary arthritis والvaginal او granulomatous pulmonary arthritis او Schur-Strauss, وضمينا ليهم حاجات ممكن تيجي ب vasculitis even cutaneous و renal affection اللي هو IgA vasculitis اللي هو noxious gland purpura او cryoglobulinemic vasculitis. دي حاجات ممكن تخش في differential diagnosis. فاذا جينا نشوف different organ الكيدني بتبقى affected
تقريبا في معظمهم صح اكتر في فاجنر وسمول فيسن فاسكولايتس، انما في بقيه التايبس كان كيدني كان بيأفكتد. لو خدنا السكن وكوتينيوس تيشو طبيعي كلهم بقى افكتد، انما اعتقد ان هينوك شنغان بيربرا هيبقى افكتد اكتر، وكرايجنيميك فاسكولايتس برضه السكن بيبقى اكتر السكن كان بيأفكتد في الازهر تايب سبونج بيسن فاسكولايتس بتوعنا، انما بفريكونسي اقل شويه يعني تقريبا 40%. اللونج طبعا ممكن تبقى افكتد بس من اسمها طبعا فاجنر هيبقى اكتر حاجه عندنا، والايزينوفيليك جرانيوماتوزس ممكن تبقى هايلي افكتد. نيجي للاير والنوز والثروت هتلاقيها في فاجنر اكتر حاجه، يليها الايزينوفيليك اللي هو شورت ستراوس ديزيز، انها ممكن تبقى افكتد برضه بس ليس فريكونتلي في السمول فيسل فاسكولايتس. الماسكولو سكليتال موجود ايكوال افكتد تقريبا كلهم بيبقى افكتد ماسكولو سكليتال. النيورولوجيك هتلاقيها اكتر في في عندنا اهو في الفاجنر نيورولوجيك موجوده، انما في بقيه التايبز موجوده برضه. الجاسترو انستاينال برضه ايكوالي ان اول تايبس، اذا عشان كده بنسميها سيستميك فاسكولايتس. All these organ can be affected. مشكلة بس ده ممكن يكون an early manifestation مش الكيدني، يكون عن جاي لنا ب cutaneous rash في الأول كده، أو ممكن يجي ب upper respiratory. فيبقى دايما وجهة نظرنا ما يبقاش مركزين في الكيدني، لا ده is systemic vasculitis. وإحنا بتوع medicine internal medicine ما ننساش الحكاية دي. طب لو جينا نتكلم عن laboratory بقى، laboratory testing for ANCA should include both indirect immunofluorescence زي ما اتفقنا عشان نشوف cytoplasmic أو perinuclear، و also by ELISA. ELISA ممكن ده مهم جدا serologic، وده مهم يجب أن يتعمل في كل مرة. Although positive results are rare and completely healthy individual, approximately one-fourth of patients with other inflammatory renal disease, especially lupus, will have false positive immunofluorescence result, usually be ANCA. ده أهميتها إيه؟ إن ممكن واحد شخص عادي ممكن أعمل له ANCA بتاعها نيجاتيف رير، بس ممكن تبقى موجودة. عيان لوبس ممكن أنت عنده ANCA، ممكن تبقى بوزيتيف. طيب ANCA may be positive in مش lupus بس و autoimmunities، ممكن inflammatory conditions other than vasculitis and not vasculitis خالص، زي inflammatory bowel disease ممكن أنت ANCA positive، في rheumatoid disease rheumatoid arthritis ممكن ANCA positive، أو chronic inflammatory liver disease أو bacterial endocarditis أو cystic fibrosis. إذن إيه؟ إذن لو جاي نتكلم على specificity ما هيش ذات هاي سبيسيفيك، تمام؟ اوكي. ANCA testing has good sensitivity for ANCA associated vasculitis من 80-90%، هي good ان هي 80-90، انما خد بالك اذا في 10-20 ممكن هو small vessel vasculitis ويكون نيجاتيف، فولس نيجاتيف. يمكن تفسيرها بعد شوية هنقوله ان this vasculitis في انتيجين كتير احنا حضرناها الانتيبودي وبالتالي بي ديتكتد، انها ممكن يكون في other antigen which we don't yet know وبالتالي we don't test it. ده يفسر ان في حالات بتبقى small vessel vasculitis واخدة كل histology وكلينيكال بالتالي ANCA associated وطلع ANCA negative، اللي بنسميها ANCA negative small vessel vasculitis، لأن في أنتيجين تاني إحنا لسه ما عرفناهوش هيبان في المستقبل. Patient with concurrent ANCA and anti-GBM have a worse prognosis than patient with ANCA alone. يبقى خد بالك أهو ANCA ولقيت مع إذن أي عن جايب ANCA بتعمل له anti-GBM. لقيت إن anti-GBM يبقى الكورس يبقى أصعب. ده بيستدعي بقى إن نحط في دماغنا لما نيجي نتكلم على التريتمنت
and plasmapheresis or plasma exchange henna is highly indicated. يعني engraft ده يمكن looks معقد شوية, بتكلم عن pathogenesis of ANCA associated vasculitis, ازاي بتحصل من البداية بيبقى ان انت عندك نيوتروفيل unprimed نيوتروفيل then get a second hit مثلا acute upper respiratory infection فالنيوتروفيل بقت primed by cytokines بقت activated بتبتدي تخش في الفيز الثانية النيوتروفيل بتبقى activated بتستيميليت complement pathway complement cascade اللي بينتهي بالماك membrane attack complex والcompliment ده مع other cytokine بيهلب النيوتروفيل تبقى stick to the endothelial cell و capillary wall أو vessel wall ويبتدي في inflammation very severe inflammation ويبقى يبتدي يكون fibrin أو fibrin و inflammatory cells و damaged later on بعد acute inflammation بيخش في chronic inflammatory phase اللي بيجي بقى فيها النيوتروفيل اللي بيجي فيها بقى ايه الماكروفاج ويبقى fibrosis affecting the blood vessel. رحلة كبيرة بتبتدي بالبرايمينج نيوتروفيل activation acute inflammatory stage chronic inflammation and scarring in the blood vessel. وده الحصاد بتاع القصة دي, انت عندك جلوميرولوساين بين high power magnification هتجد أدى الurinary space بتاعنا وده visceral epithelium وده parietal epithelium وده الطفت هتجد إن جزء ده من الطفت normal يعني capillary normal mesangium normal إنما هنا في area of necrosis so it is necrotizing vasculitis granulomatosis glomerulonephritis وهنا شوف إن urinary space occupied by cellular infiltrator one ده crescent يبقى ده كرسنتك نيكروتايزنج فاسكولايتس ويز جلوميرولونفرايتس ممكن افكت ارتريز ده عندك سمول فيسل اهو اركويت فيسل وموجود عندك النيكروزس والانفلاماتوري انفلتريت موجود قدام وده ادفانسد كيس بنجد ادا الجلوميرولس و اليورينري سبيس كونات اوكيبايد by crescent which is completely fibrous fibrous crescent where tuft is completely damaged and necrosed regardless of the category of ANCA disease the best clinical predictor of renal outcome is the glomerular function at diagnosis without him now again I am be still okay GFR on the stage one or two يعني mildly increase في serum creatinine أو normal تبقى أنت aggressive في treatment لأن يعني outcome هيبقى كويس إنما لو جالك بقى بـ late case عادة الـ outcome من treatment بيبقى not good وبالتالي بتوزن decision بتاعك how far you should be aggressive in your management فمن ضمن الحاجات إن هو serum creatinine at presentation طيب نيجي الديفرنشال دياجنوزس يعني اقدر افرق بين الميكروسكوبيك بولانجايتس الفاجنر والشورت ستراوس وهينوكشن لاين والكرايو الجدول ده كويس جدا مبين الامور طبعا كلهم فيهم فاسكولايتس بالمانفستيشن بتاعته كوتينيوس بالمونري رينال اند سو انما نيجي نتكلم لو شفت الاي جي اي dominant immune deposits طبعا واضحة جدا انها راح مخرج على طول الهينوخ شنلاين بيربرا ده dominant IgA deposits الكريوغلوبولين in blood and vessel ان باخد عينة blood وبشوف الكريوغلوبولين وخد بالك ده ممكن يكون false negative عشان كده بنعمل rheumatoid factor تلاقي very high rheumatoid factor و C4 تلاقي very low فانا بدور على كريو في blood وممكن اشوفها في كيدني تيشو في كرايو ديبوزيتس اور نوت طبعا ده واضح هيروح بيخرج لي كرايو جلوبينيميا كرايو جلوبينيميك فاسكلايتس طيب الانكا ان بلاد
لقيته بوزيتيف يبقى هيديني ايه الثلاثه بتوعنا بتوع انكا اسوشيتد فاسكولايتس، طلعهم لي. طب انكا اسوشيتد فاسكولايتس لقيت نكروزس، يبقى خرجت السمول فيسل، هنتقى نفسي ان نكروزس انا اسف نكروز ويز جرانيوما، هتجد فقط ان اتنين ده هم اللي هو فاجنر وشيرت ستراوس. طب اشوف الاذن فين، لقيت الاذن فين هتبقى فقط في ايه، في انشر ستراب. الجدول ده يقدر يوصلك انك تفرق الانواع دي كلها عن بعضها، طالما انك انت عامل امينوفلوريسنس ودورت على الكراي. طيب احنا كده عرفنا من البدايه الفاسكولايتس بالتقسيمه بتاعتها، لارج فيسل فاسكولايتس، ميديم فيسل فاسكولايتس، سمول فيسل فاسكولايتس. ركزنا على سمول فيسل فاسكولايتس ودي قسمناها معاها امين كومبلكس وامين ديبوزيتس في الكيدني او ما معهاش. معاها يبقى ده الاذر سيستميك ديز زي الكرايوبيمينيميا واللوبس وان سو اون، او ما معهاش ما فيش امين ديبوزيتس او بوس امين ديبوزيت، يبقى احنا بنتكلم عن انكا. 80-90% بتاع انكا بوزيتيف، 10-20% انكا نيجاتيف فاسكولايتس. بعد ما عرفنا الكلاسيفيكيشن وعرفنا الباثوجينيسيس والكلينيكال بريزنتيشن، نخش بقى في التريتمنت. في ستيتمنت مهمه جدا وهي دي بتيجي هي الويزدم بقى. الويزدم بتقول ايه، انت قدامك عن فاسكولايتس وات ايفر ذا تايب، ذا جول شود بي نوت تو اوفر تريت مايلد ديزيز. Mild disease, or let us say end-stage disease, don't overtreat. إنها تاخد side effect of medication without gain, and not to undertreat severe disease. يعني تبقى عارف severe disease يعني جاي برايزنج rapidly progressive glomerulonephritis وكريسنت ونكروزس وكريسنت كراتوسيلر، ده تبقى very aggressive. كل التولز قوية عندك تخش بيها. يبقى هنا وده المتعة في الكلينيكال براتس، ان بتقدر عندك اختيارات كتيرة، بتوزن الديزيز، بتوزن العيان، بتوزن الكيدني والاكسترا رينال سيتويشن بتاع العيان عشان تاخد جود ديسيجن. دونت فورجيت نوت تو اوفر تريت اند نوت تو اندر تريت. التريتمنت اذا خشنا بقى في التريتمنت، ات انفولف 3 فيز. وانا بفكر بره الدكشن فيز، انا عاوز اهيد الانفلاميشن ده، عاوز ادامب الانفلاماتوري بروسس دي بنسميها الدكشن فيز. اي اندوز الدكشن، بخش بقى ايه اي اندوز ريميشن، احاول امينتين السكسس اللي انا حققته، احاول بقى ان انا امنع ري اكتيفيشن اوف ذا كونديشن لغايه ما ابقى زيرو، اوصل زيرو فلات لاين، يعني عيان نورمال كيدني فانكشن no inflammation. And if relapse occur, I have to treat this relapse. إذن التريتمنت بيحتوي على ثلاثة سيجمنت. Induction of remission. A consensus is that corticosteroid alone are not as effective for induction therapy as corticosteroid combined with cytotoxic agents such as cyclophosphamide. إذا خلينا نقول عيان جاي بأنكا أسيتيف فاسكولايتس ومعاه نكروزس ومعاه جرانيوما ومعاه كريسنت، لا استرويد، لا استرويد واحدة، لا أنت تدي بالس استرويد، بيج دوز استرويد ومعاها سايتوتوكسيك دراج اللي هو ممكن يكون وغالبا بندي سايكلوفوسفامايد. كومباي تريتمنت وذ كورتيكوسترويد وسايكلوفوسفامايد اندوس ريميشن ان ابروكسيمتلي 75% of patients in 3 months and 90% of patients at 6 months. وده يعتبر good achievement في وجه مرض بهذه الخطورة. The specific combined induction regimen vary with respect of agent and هستخدم what drug with dose with route of administration and duration of treatment. يعني variables كتيرة. طبعا ده مبني على العيان overall، status بتاعت العيان overall، سنه،
عنده comorbid condition ما عندوش و kidney disease and then how far aggressive, how far fresh lesions are there and also the availability of drug and tolerability of drug. Okay. One induction approach, معنى كان في inductions ثانية زي ما اتفقنا انت بتفصل انت عندك السلاح في جيبك وبتخرج منها اللي يناسب هذا المريض. One of these approach is to begin with 7 mg per kg per day intravenous methylprednisolone for 3 days, يعني 3 pumps ورا بعض, followed by oral prednisone 1 mg per kg per day. يبقى خشيت strong then ايه كده, tapering to an alternate day regimen and discontinuing within 3 to 4 months. طبعا الجزء ده according to the respond. انا ناوي واحب ان انا بعد فتره ان انا alternate و gradual withdraw, انما ده ما هوش قاعده, بناء على الاستجابه للعلاج وتحمل المريض ل this medication ببتدي اتيلر ان انا احاول انقص الدراجز الانتنشن بتاعنا ان انقص دراج as much as I can, انما قدامي بقدر ما اسمح به البيولوجي اللي قدامي حاله المرض بتاعت العيان وتحببه من الدراجز. كورتيكوسترويد تريتمنت از كومبايند ويز 2 mg بير كيلوغرام بودي ويت اورال سايكلوفوسفامايد, يعني لو واحد وزن 60 كيلو هياخد بقى 120 mg, يعني ماشي, او انتروفينوس سايكلوفوسفامايد 0.5 gram 1.5 gram per 1 meter square surface area per month, adjusted upward to 1 gram per one meter square surface area. يعني ممكن أزود جرعة دي شوي. On the base of glycosid count, بشوف glycosid count بعد أسبوعين من بداية العلاج. With a target nadir of 3,000, يعني ما مش عاوز انزل عن ال 3000 ايه وات بلاد كوربوسل بير كوبيك مليمتر. يعني اذا بدي السايكلوفوسفامايد يا اما اورال يا اما انترافينوس. اورال 2 مللي بير كي جي بير داي, انترافينوس بدي 0.5 جرام كل 1 متر سكوير سيرفيس اريا, انما عندي استعداد ان انا ازود وعيني على العد الابيض بقدر ما اسمح به. A dose of oral cyclophosphamide can be reduced by 25 mg for patient older than 60. لأن احنا عارفين طبعا البون مارو بتاعهم بيبقى weak ان يتحمل cyclophosphamide, وعارفين ان عندهم more liable من malignancy, والcyclophosphamide من الناس من الأدوية اللي هي cumulative dose بتاعتها ممكن تؤدي إلى malignancy later on. إذا ناخد بالنا في الناس الإلدرلي والدوز دي. Initial high dose of IV or oral glucocorticoid administration is followed by tapering dose زي ما اتفقنا بقدر ما يسمح به in disease condition when patient tolerability. Dose and duration of prednisone therapy varies and may be influenced by rate and extent of disease remission, الكلام اللي احنا قلناه. ودراج تولرنس اوسو عن بقى دايبيتيك بقى كوشنويد بوم بين ميني جاستريك ابسيتس, كل ده بيخلينا ايه نفكر في ريدكشن اوف دوز. ميتا اناليسيس كونكلودد ذات لونجر كورس اوف جلوكورتيكويد ار اسوشيتد ويز فيور ريلابس. دي مهمه عشان كده انا بقوله بقدر ما ان ده ديزيز اجريسيف ديزيز وممكن يحصل ريلابس, بقدر ما العيان متحمل ببتدي التابرينج يبقى سلوور. رابد تابرينج يبقى ممكن يحصل ريلابس اكتر. مهمه جدا. The goal is to discontinue prednisone after 4 to 5 months if remission has been induced. وممكن يبقى 5 months, 6 months, 9 months بقدر ما انت احساس how far it is was aggressive and how the patient is tolerating the drug. في notion بتقول ان continuing prednisone beyond 6 months is associated with increased risk of infection
and may not provide a significant benefit. ده رأيي. أنا في آراء تانية فقهيا بتقول إيه؟ لا، كل ما تدي أكتر كل أطول كل ما الريميشن تبقى أقل. عموما نبقى عارفين إن التريتمنت ريجيمنز نو ون ريجيمن أبروفد باي أول أوثورتيز. دايما في اختلافات في الآراء وده كويس. ده بيخليك أنت تبقى فاهم الأدوية اللي في جيبك وتخرجها وتستخدمها بعد ما تفهم العيان اللي قدامك. وده يبقى على اللي هو على ارض الواقع، بس تبقى عارف المبدا اللي احنا قلنا. طيب سايكلوفوسفامايد اورال فيرسس بالس ترايل اسمها سايكلوبس ايفالويتد 149 patients with انكا with فاجنر or microscopic arthritis. They received either oral cyclophosphamide بالدوز احنا 90 ميلي جرام per kg per day و maximum oral dose 200 مش هنزود عن 200 مهما كان وزن العيان or intravenous pulse cyclophosphamide 15 ميلي جرام per kg maximum pulse dose مش هنزود ابدا على جرام و 2 من 10 actually in our practice difficult ان هنوصل لهذه الدوز حقيقة يعني لان في ايدينا at least in our experience in pneumonia وانفكشن تبقى اكتر فغالبا ما بنزودش عن جرام او 3 4 جرام intravenous. Initially in this study every 2 weeks for the first 3 pulse IV cyclophosphamide pulse 3 الاولين then every 3 week for the next 3 to 6 pulse. Two treatment group had no difference in time to remission, renal survival, mortality, and adverse events. Actually, they reported two study. And although the rate of relapse was approximately twice as high in intravenous group after long term follow-up, there were no difference between the group with respect to renal and patient outcome. يعني عاوز يقول ان في النهايه الاورال زي الانترافينوس انما بما ان كيوميوليتيف دوز بتاعت الانترافينوس اقل من كيوميوليتيف دوز بتاعت الاورال هو بينصح في الاخر ان الانترافينوس سايكلوفوسفامايد احسن من الاورال سايكلوفوسفامايد. طب خرجنا من الاسترويد والسايكلوفوسفامايد ريتوكسيماب ده نيو دراج خش بقوه في and small vessel vasculitis. This is a monoclonal antibody targeting CD20, B lymphocyte يعني. The alternative to cyclophosphamide. في two control trial فحصوا القصة دي. Two control prospective clinical trial اللي هي rituximab versus cyclophosphamide for ANCA-associated vasculitis دراسة مشهورة اسمها RAV. أو الدراسة الثانية ريتوكسيماب versus cyclophosphamide in ANCA acidic vasculitis اللي بسماها ريتوكسيفاز. These two studies have demonstrated the value of targeting B cell therapy by ريتوكسيماب in induction of remission for ANCA acidic vasculitis, which led to the FDA approval for induction therapy. يبقى إذن ريتوكسيماب بعد تو دراسين قويين جدا بقى approved by FDA إن يبقى for induction بدل إن إيه السايكلوفوسفامايد. إذن ده سلاح جديد معانا أهو ممكن أستخدمه. Both trial showed that ريتوكسيماب was non-inferior for induction of remission compared with intravenous cyclophosphamide or oral cyclophosphamide. دي الجملة دي ناخدها ب تفكير اعمق يعني عاوز يقول ان مش اوحش من ارتكسيماب. اذا انا ما جاي اقيم نفسي عن جاي عن برابلين بروجريسيف جلوميرولونفرايتس وكريسنتيك نيكورتايزنج وانكا اسوشيتد الموضوعات دي استرويد بالسترويد هاي دوز سترويد دي متفقين عليها مع اذر دراج سايكلوفوسفامايد او ارتكسيماب ديبند يعني فور ايكونوميك ريزونز اف ذا بيشنت كانوت افورد فور ارتكسيماب cyclophosphamide is gold standard. We can use it.
If the patient can afford, and cyclophosphamide have side effects which the patient is willing to avoid, we can give rituximab. So you build, we have another weapon which you use it after evaluating the patient and his disease. Plasmapheresis is another strategy to remove pathogenic anti-neutrophils autoantibody, as well as inflammatory mediators from the circulation, cytokines and kanamnaan hadi. Plasmapheresis has been shown to have a therapeutic effect in patients with ANCA-associated disease, including those having ANCA plus anti-GBM, who have severe renal impairment, سيرم كرياتينين أكثر من 6. الكلام اللي احنا قلنا من زمان مدة ان كرياتين at presentation بيحدد response. انما افرض كرياتين high and your biopsy showed a tissue still in acute phase, not scar, you can still can do this plasmapheresis. Now we induce the remission. We need to maintain a remission. Once a remission has been induced, continue lower level immune suppression. This is needed for most patients to prevent relapse, which usually entail low dose glucocorticoid, بنزل بقى الكورتيزون كان ماشي على 60 جراد انزل ممكن اقف عند 20 عند 10 عند 7.5 حسب احساسي بالعيان. انا بمنتين الجرعه دي. وان اديشنال اميونو مودولاتوري دراج يعني كورتيزون لوحده لا ادي حاجه ثانيه ادي ايه عندك بدائل عندك الازاسيبري عندك الروتكسيماب عندك الام ام اف كل دي ممكن تمشي بيها. مينتن سيرابي مي بي فور شورت انترفل اور نوت ريكوايرد ان بيشنت ات لو ريسك اوف ريلابس. ان هم مين؟ الناس اللي عندهم مايلو peroxidase ANCA and who are perinuclear, P-ANC, who have complete remission and now is ANCA negative. Yeah, unless you have ANCA negative, perinuclear, P-ANCA positive, we gave be small vessel vasculitis, we gave a response rapidly. When ANCA became negative, ممكن you can withdraw أسرع شوية. عكس الناس اللي كان جاي severe وكان سي أنكا ده الريلابس بأكتر نتيجة بروتينيز 3 أنتيبودي، وبالتالي ده يحتاج إنك تكستند المينتنس إمين سبريشن أطول شوية. Sustained use of cyclophosphamide is not recommended because of toxicity including malignancy of course and the infections. وبالتالي a randomized control trial comparing cyclophosphamide for 12 months with maintenance therapy with azacipirine once complete remission is attained demonstrated no difference in outcome including relapse rate. يبقى إذن أنا عملت induction بدل ما أكمل بالcyclophosphamide سنة، لا أنا ممكن أنزل على الazacipirine وده ما فيش difference regarding الريلابس. انما طبعا of course there will be a big difference regarding the toxicity. Toxicity will be less if we switch to azacipirine. Okay, so azacipirine is better than cyclophosphamide beside steroid for maintenance. When comparing azacipirine maintenance therapy with MMF, احنا عندنا MMF ده بنستخدمه في lupus for example في transplantation. وكل الريبورتس في اللوبس والترانسبلانتيشن بتقول ان الام ام اف سوبيريور اوفر ازا. الصوره هنا مختلفه بناء على التريتشر اللي قدامنا دي. This was associated with a significantly higher relapse rate. اوكي. اوكي. Significant higher relapse rate. اوكي. Nevertheless, MF remain an option for maintenance therapy in patients who are intolerant or allergic to azacipirine. Isn't azacipirine better than MMF في situation بتاعنا ده؟ طب افرض العيان ما يقدرش يستحمل azacipirine due to hepatotoxicity او any reason مثلا بتدي
drug for hyperuricemia, مثلا, you can switch to MMF. Methotrexate, ده cytotoxic drug بيستخدم أكتر مع بتوع الروماتولوجي, may be useful in maintaining remission in patients with mild disease. And no renal impairment. Option موجود معانا, احنا كان انفرومجت ايدينا مش عليه كتير. ريتوكسيماب احنا قلنا عليه في الاندكشن اوف ريميشن. هنا ممكن ريتوكسيماب can be used to maintain remission. Is another option for maintenance of remission. The maintenance of remission using ريتوكسيماب and systemic ANCA-associated vasculitis in this important study. Compared rituximab 500 milligram IV every 6 months. طبعا rituximab بنحط 500 milligram in 500 cc isotonic saline وبتدي على 4 لـ5 ساعات slow intravenous, ممكن تدي induction بانتيستامينيك او 200 milligram hydrocortisone وتعطى every 6 months. ده ممكن يمتين. إذن الريتوكسيماب is good option to maintain as a maintenance treatment. Rituximab was better than azacipirine for preventing relapse including renal relapse. إذن again ده drug ممكن يكون التوكسيسي بتاعته أقل, ممكن أستخدمه, بس طبعا الكوست ممكن تبقى بارير أحيانا. طبعا احنا withdraw treatment and is okay then he relapsed after 6 months or year or any time. How to manage a relapse? Approximately 1/4 to 1/2 of patients with ANCA-associated vasculitis will experience a relapse within several years. ودي مشكلة. اضطرتي دي aggressive drug stem. In prospective observational study from the glomerular disease collaborative network, the relative risk of relapse was increased on those individuals who had proteinase 3 ANCA. أكثر في الناس اللي هم بتوع C ANCA and respiratory tract disease, اللي جاي مع kidney و respiratory, ده يبقى relapse أكثر. Patient had more than threefold risk of relapse compared with those individuals with myeloperoxidase ANCA perinuclear and without lung or ear or nose or throat affection. شوف عن تقدر تحكم عيان معاه respiratory upper respiratory ومعاه cytoplasmic ANCA, ده هي relapse أكتر من إن ما معهوش. An increase in ANCA titer increase the likelihood of a relapse. And some authors advocate preemptive immunosuppressive therapy if ANCA titer increase by at least fourfold. يعني العيان بعد ما remission has been induced, ANCA became negative, بتابعه كل 3 شهور مثلا أو كل شهرين بدور على ANCA. ظهرت ANCA مش معناها أنها بتدي treatment. هتابع الأنكا, لقيت التايتر increasing, وصل 4-fold increase, في ناس بتأدفوكيت to start treatment, في ناس بتقول no, طالما إن ما عندش renal manifestation, فيش بروتينوريا, فيش هيماتوريا, ما فيش systemic vasculitis, I will not treat. رأيين, وكل رأي له وجهة نظر. لو سألتني رأي شخصي هقول rising titers ممكن يكون فيه باثولوجي شغال سب كلينيكال. احنا بنفاجئ ساعات في بعض الامراض تلاقي جايلك باند ستيج كيدني ما كانش عنده اي حاجه. فممكن كونتينوس في لو جريد انفلاميشن باي تايم نوت ديتكتد نوت مانيفست از بروتينوريا اور هيماتوريا. And later on it will come by high creatinine which is irreversible. So في اراء مختلفه كل واحد عنده وجهه نظره. Me personally, if I find rising titer to this extent, I will treat. Other group prefer to identify clear-cut clinical or pathologic evidence of relapse before increasing immunosuppression. That right group.
وفي جروب تاني له رأي تاني. ودي يعني أعتقد حلاوة الطب، إن إحنا بنشغل دماغنا، ما فيش خط ماشيين عليه، لا ممكن بيبقى بتفحص العيان وتشوف الفاريبلز بتاعته سواء رينا أو إكسترا رينا، إيفن بتشوف الإيكونومي بتاعه وتشوف السايد إفكت بتاع الدراج، أند يو تيك ديسيجن. ذير إز نو وان ديسيجن، بتبني الديسيجن بتاعك حسب فهمك للحالة. Observation data suggests that best treatment for relapse may be rituximab. Good. There is mounting evidence that use of rituximab for relapse is superior to cyclophosphamide. Good. Reinstitution of treatment similar to an induction regimen is used most often, but less intensive or less toxic therapy may be adequate. يعني أنت عندك خيارين، ممكن تدي rituximab وخلاص وخلصنا، او انك انت نفس العلاج اللي انت ابتديت بيه ممكن تعيده، ابتديت بكورتيزون واندوكسان عيده، بس يمكن بدل ما كنت خشيت انترافينوس بالس لا ابتدي ب 60 ملي جرام بريدنيزولون، خشيت بجرام ممكن تخش ساجوسومال تخش ب 3 ارباع او نص جرام ليس انتنس امين سبريشن، عشان برضو الكيومولاتيف توكسيسيتي اوف ذيس دراجز. In addition to rituximab or cyclophosphamide, a number of therapies can be used in the treatment of relapse, including azacitabrine, zimaogna, MMF, ممكن, methotrexate, ممكن, or combination of these drugs tailored to the individual patient with recalcitrant disease. Their disease in Pakistan, مرض منتكس. يعني ممكن تدي rituximab solo, one treatment, تدي كابوس. او تدي ان اديته اول ما كاندكشن، او انت ممكن تعمل كوكتيل اوف ذيس فيري ميني دراجز اكوردنج تو ذا بيشنت كونديشن. ان ذوز هو هاف ا ماتش سمولر ريسك اوف ريلابس اول ثيرابي مي بي ستوب بروفايدد ذا بيشنت اند فيزيشن بيرسو ا مونيتورينج كورس، يعني بنقدر نتابع عيان كويس. In which the risk of early relapse is detected, بشوف الأنكا تايترز والحاجات دي والهيماتوريا والبروتونوريا. Risk of relapse is about 10% to 15% even with remission, remission and maintenance therapy. نقطة يمكن بنقترب من النهاية، قدامنا 10 حتين يعني. في نقطة مهمة اللي هي الرول اوف انتي مايكروبيال ايجنت تحديدا الترايميسبريم سلفاميسكازون ان مينتننس اوف ريميشن. This point is controversial. Some studies have suggested a benefit but others have not because an increased likelihood of relapse. طيب سلفاميسكازون ترايميسبريم may be useful adjunct therapy especially in patients with upper respiratory disease, but should not be used in the absence of immunosuppressive drugs with more proven efficacy. يعني هما بيقال ان it seems ان السلفا ميسكزون او ترامسبريم بت eradicate some bacteria in the oropharynx او nasopharynx. When bacteria دي بيبقى بتريجر ان immune system to cause this vasculitis. ف it seems sulfamiscazole trimethoprim it do this through eradicating this bacteria. المهم ما تبقاش هي لوحدها بنستخدمها، لازم بتتاخد in conjunction with other proven treatment modalities. كلمة أخيرة، what about transplantation for patient with ANCA who proceeded to end-stage renal failure? Renal transplantation is not contraindication, not contraindicated in patient with end-stage kidney disease caused by ANCA-associated vasculitis, I can do transplantation. In a multi-center experience, the vasculitis relapse rate was very little, 0.02%, very rare recurrence. A positive ANCA titer at time of transplantation does not increase the risk of recurrence, recurrent disease in transplantation. يعني ممكن لقيت ANCA موجودة positive, I can do transplantation. زي في lupus, you can be lupus positive, ANA positive, we can do transplantation.
but take care ما تجيش في عيان رايزنج انكا وتقول انا هعمل ترانسبلانتيشن. استنى ما يبقى ستيبل انكا زي ما بيبقى ستيبل نوبس with no immune suppression or minimum immune suppression. Recurrent ANCA, I said glomerular nephritis in renal transplant responds similarly to recurrent disease in native kidney. As with native kidney disease, an increased ANCA titer and an active urine sediment should suggest recurrent ANCA, but the diagnosis requires pathological confirmation. And if recurrence, how far I should be aggressive in management of this recurrence in biopsy هتحدد لي how far I could be aggressive. إذا to conclude, in prompt diagnosis and rapid initiation of effective treatment are the most important factors for optimum outcome in patient with ANCA-associated vasculitis. إنه عادتنا بقينا برابدني بروجيسو جرمان فرايتس وكرسنتك جرمان فرايتس. Current management strategies are superior to those in earlier decade because of more effective and more targeted drugs and treatment regimens that are more personalized to the nature of the disease in individual patient. Ongoing advances in understanding ANCA disease mechanism and development of more effective, less toxic, and more targeted therapies undoubtedly will lead to even better outcome in the future, we hope so. In addition to rituximab or cyclophosphamide, a number of therapies can be used in treatment of relapse, including AZA, MMF, methotrexate, or combination of these drugs tailored to the individual patient in recurrent disease. مش هخش ده تقريبا in paragraph, in this graph or figure shows what to do in a patient and then also in detail في المحاضرة. And thank you.